تعالوا معايا نركب التاكسي ونشوف السواق النهاردة هياخدنا على فين. في عزلكم بالشباك؟ ايوه دورينه هلا فاتحين الشباك؟ لا 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 لانه ما كتير قاش رايحين على ستار اكاديمي. ايه بس عم نربش على المفرق. هو المفروض نطلع من فوق؟ لا على القدمة. ايه مش عم بقش عم نيح سوري يا دواري السيدة. هلا في شيء قدامي دغري ولا لا؟ شو قدامك شو؟ انه في كفه دغري؟ والله بتصور ايه ما بعرف. لا قصدي كان في ولا سياره قريبه مني او شيء؟ لا هذا لانه ما كثير بشع. اذا بدك سوق عنك سوق عني ما بقى متسوق لحدا. هلا من هون معك على اليمين؟ لا ما في طريقك والله ما بعرف. لا 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 بس اوكي ثلاثة يلا. صارت ثلاثة ولا بعدها خمسة؟ لا ثلاثة. لا سوري يا بس لا ما حمدي سوق براحتك. طالعين تحضروا يعني ستار اكاديمي اليوم فيه؟ لا طالعين نتدرب بس. ليه انتو شو؟ نتدرب على اغاني. انا بس يمكن انتوا بتغنوا او شيء هيك ولا لحظة احكي شوي سامع صوتي انا مطربة سعاد هون. سعاد سعاد مين؟ سامع؟ لا لا سامع صوتي بس قبل على اي سعاد بتغني؟ سعاد غزالي. انت سعاد غزالي؟ والله وانت مين؟ انت ما بتغني؟ لا بس انت مهمه بالغناء كثير. غني لنا شوي. هم مطربه بالشرق الاوسط. سعاد غزال. سعاد غزال مش معقول مش سامع فيها. لا لا بس مش اهم مطربه هيك على الخفيف. لا لا لك انت بتغني اللي شفته قبل ما تشوفك شيء هيك؟ لا قبل ما تشوفك اللي شفته. ايه اللي اياها بتعرفها هي الاغنيه. انا على فكره صوتي كثير حلو. يلا سمعنا. سمعنا كتم حياتي عين ما شفتي زيه كتاب. غني لنا شو انت فنانة على ممنوع بغني ايه غير المسرح ما في غني. الاوف بتاخذ عليها 100,000 دولار بس تقول اوف اوف فما ما بتقدر. اذا انت مثلا صفقت ضرب وقلت اوف شيء هيك برضه 100,000 دولار. هلا انا ما في حدا قدامي ولا في شيء؟ لا ما في طير 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 بعد بعد ما في بعد بعد كثير يعني بعد هو خليني اركز على السياره مش ايش يعني سامعني شو بيه عزبك تطفي التليفون لما زاد شو اسمه بعدين شو اسمه يعني شيء غرفتين ومطبخ هيك شو بدك شعب بطلع بطلع على يمين ولا بطلع على شمال وبنوم معقول يقطع اوتوستراد بهالشكل؟ مش معقول فظيع فظيع زين. يا بس لسلم على الفيلم هون الحق عليك يا بس لسلم على الفيلم. اي نعم مرحبا خي توني. اي بس توني دقيقة شوي لا احكي توني اذا بتريد توني قالوا لي هذا بكره بدي اشوفه. تعال بدي اعرفك على حدا. تعال سعاد سعاد انا بالتاكسي. سعاد بس لعرفه عليك. اوكي بدي اعرف ايه. الشاب عليك ست سعاد. ايه انا بالتاكسي. ايه تفضل سلم على الست سعاد.
تسلم على الاستاذ. اي نعم حبيبي. خلي تسلم على الاستاذ. انا رايحه على البروفا، بعمل على المسرح بروفا. مع اساس ما بنقعد غنى. غنى ولا ما بتغنى؟ هلا لا. شو ما في، رايحه على الستار اكاديمي. ما بتعمل شيء. اوكي. طيب. اوكي. بكره حشوف الشقه. ما في ننطر الاستاذ توني. شو اسمها؟ سعاد؟ ست سعاد؟ سلمي على الاستاذ توني، الاستاذ توني، ست سعاد. هاي توني كيفك؟ هي بتغني بتغني بتغني. سامعيه وشي؟ ما في، يلا بس عنا موعد. من معلوم؟ باي توني، قال لك باي. ست سعاد اذا ممكن. شوبت. معلي اذا بتقول صح ولا لا. مثل ما بدك يلا. بس. ممكن ست سعاد؟ ايوه. ممكن؟ هات انا بمسك لك اياه خلص هيك. ايه خفيف. ايه اوكي. بس ما تشد كثير. ايه؟ لا لا عم كثير منيح؟ توجعني خلص. خليها تصمم، انا كرمالكم ما بدي ازعجكم. والله عادي، احنا ما عندنا مشاكل. ايه خلص يلا. احنا بنحب الازعاج اصلا. بتعرف تعمل ايه؟ انا بقول لك ما بعرف اعمل شيء بالحياه. ما بتعرف تعمل شيء بالحياه؟ ابدا. بياكلوا لقمه؟ ميرسي. لا. هلا بكلي، شكرا. شو رأيك هلا؟ شو عم تضحك علي؟ يعني بضحك علي. أنا عم بضحك عليك. ليه؟ هيك بدي أضحك. بتعرفيني شيء؟ بتعرفيني؟ ما بعرفك. شو عم تضحك علي؟ عمي عم بتضحكني. كلمة مضبوط. أنت صوتك هذا من هون. شو عم تضحك علي؟ دور واطلع. شو عم تضحك علي؟ عم بضحك يعني. بضحك عليك او على اي حدا انت. والله انت بتعرفني لا بدك تضحك عليك ولا يعني الي حق بضحك على مين. الي حق تضحك علي؟ اكيد. والله انا هلا الي حق اضحك عليك. اكيد. شو هذا؟ شو الحديث؟ يا عمي اضحك علي، اضحك علي، شو بدك فيي؟ شو بدك فيي؟ ما فيك تضحك علي. سكري 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 الشباك، بسمع صوته انا بعرف انك. انا كمان ما بدي سكر. سكري اعملي معلوم. شو شايفتيني انه ما بعرف وين الكبسه لسكره في تركتيه مفتوح؟ لا فيك بس انت كثير قبضاي ولا كلمه خليك. طبعا هي تعيط علي وانت سكت. عم بقول لك انا ما بعرف شيء يعني. تشرفنا دونزيل سلمى. تشرفنا بالشيء بشار. فين؟ الشرف؟ انا بس لانه بدي انزل اعطيهم البيتزا لهيدا البيت دقيقه بعرفهم انا. يلا جاي. بتوصل دليفري كمان نفس الوقت؟ لا 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 بتوصل دليفري. تاكلوا لقمه؟ لا ميرسي. تاكلوا لقمه؟ لا ميرسي. تاكلوا لقمه؟ ايش في؟ خلينا نطعميكم شيء. ضرب على القلب. أنا مسكت أعصابي شوي لآخر شيء، يعني كنت أعصب حتى ما أفهم.